صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا على نور سات جوردن وعلى تلفزيون نور سات تيلي لومير. صبح عليكم هذا النهار المميز، نعتبره مميز لأنه عندنا ضيف مميز وهو صديق نور سات، ابن نور سات مثل ما بيحكي مسيو جاك. بحب رسالة نور سات ومع رسالة نور سات منذ البدايات أيضا، أبونا وحبيبنا النائب البطريركي للكنيسة المارونية أبونا جوزيف سويد. أهلا وسهلا فيك أبونا. الله معك دكتور، أنا وكيل بطريركي، النائب البطريركي بدي أوجه له تحية، سيدنا موسى الحج. نعم الوكيل البطريركي. نعم عفوا. أنا كمان بدي أقول لك إن شاء الله هذا زمن، زمن القداسة وزمن الميلاد اللي بده يبلش يطل علينا، بدي أتمنى لرسالة نور سات بالأردن وخاصة لك دكتور أجمل يعني الفرح والأمان والسلام، وربنا يحميكم كمان حتى تأدوا رسالة كتير كبيرة للشرق، الشرق المتألم اليوم. إن شاء الله بوجودكم يا أبونا، بوجود يعني أشخاص مثلكم تيلهمونا أيضا، يعطونا هالكلام المعبر، الكلام الروحي اللي يعطينا الاستمرار والأمل والرجاء في حياتنا اللي عم نعيشها، خاصة أنت عارف الوضع الحالي إن كان بالدول العربية المحيطة. صحيح. عندك لبنان، عندك العراق، عندك سوريا، عندك كل محيط، نعم كل محيطنا متألم. فبنتظروا منا الناس كلمة أمل، كلمة نعم. رجاء إنه هالدنيا مو هيك، هالدنيا حلوة، الدنيا فيها فرح، الدنيا فيها رجاء في مستقبل لأولادنا لحياتنا، لأنه بصراحة الناس عم بتعيش شوية الإحباط، التعب، الإجهاد. صحيح. من الاستمرار في هالحياة الصعبة خاصة مع الظروف الاقتصادية. احنا دايما بنذكر الظروف الاقتصادية والظروف السياسية وعدم الأمان في بعض البلدان، بعض الأمور السياسية أو الحكومات أوقات تتخبط في بعض القرارات. بدناش نضرب هلا بالحكومة، أحسن لبعدين يضربوا فينا، لكن نحن طبعا مع أي شيء للصالح العام، إن كان إعلام، إن كان كنيسة، إن كان مجتمع، إن كان بشر، إن كان دكتور مواطنين. يعني إذا بدي عن جد أقول كلمة رجاء للناس، بدي أقول لهم يسوع ما وعدنا بيمكن هالبحبوحة والرخاء إنه لا، وعدنا بزمن اضطهاد، وعلى أيامه كان هذا زمن الاضطهاد. يعني حسب التلميذ يكون مثل معلمه، خليني أرجع 2000 سنة لورا. نعم. خليني شوف كيف هو عايش، خليني شوف رب المجد لمن تجسد وتجسم، أخذ جسم، كيف كان عايش، بأي ظروف، بأي احتلالات. صح. بأي ظروف اقتصادية، بأي قهر، وبأي حتى يعني المجزرة اللي صارت كل الأمور اللي أحيطت بهيدي المجزرة وغيرها. خليني أقول أنه شعبنا بيعرف أنه يمكن اللي عايشوه، خليني أقول بالقرن الأول، بعدين بالألفية الأولى، قديش كان في قوافل شهداء، قديش كان في متألمين، قديش كان في خضات، قديش كان في يمكن حتى بساطة، قناعة. أنا بقول وعن جد بدي يسامحون الناس، الرجاء مش أنه نرجع للبحبوحة اللي كنا فيها والرخاء وننسى الله. الرجاء الحقيقي هو أنه نرجع لا عودا إلى بدء. نعم. عودا إلى بدء، هيدي بدها تخليني أوعى إنه كيف كانوا الرسل عايشين، كانوا يجعلون كل شيء فيما بينهم مشتركا. هيدي الحالة اللي عملت خضة كبيرة بروما، بخلص خاصة الاحتلال الكبير اللي كان موجود، وحتى بالشرق تبعنا قديش كانت عم بخضوا هيدول الناس مضجع الحكام لما كان يفوتون على حلبات الموت على أول 100 و200 و300 سنة، ويشوفوا الرجل اللي كان عندهم الترنيم، التهزيج، كيف كانوا يكمشوا إيدين بعضهم بحلبات الموت، وتقولي هيدا الرجل اللي أنا عم فتش عليه. ما عم فتش على الرجل اليوم وقت اللي بيكون واحد عنده قصور وكذا، شوي انقطعت عنه الموارد والخيرات والدفق، ويمكن لا، أنا بقول هيدا شيء كتير طبيعي اللي عم نعيشه اليوم. وأكيد في يمكن هيك قرصة حلوة الكلمة، مثل كأنه مقروسين كلنا، لأنه عشنا بزمن كتير في بحبوحة وكتير في خيرات، وشوي دغري انسحبت. نعم. حدا قشطنا إياها. نعم. أنا بقول إذا قشطونا إياها in purpose، عن عمد،
ما رح نكل. انا بقول لك لازم يكون في جهد اكبر تنرجع نعطي ونضخ رجاء وحب وامان وسلام تنبع من قلوبنا، من ابتسامتنا، من عيوننا المشرقه لهالعالم المتالم، ويصفي عندهم قناعه، قناعه وبساطه وتواضع وقبول. وساعتها منرجع للشيء اللي منصليه بدون ما نكون عم يعني عم نجرحه. اعطنا خبزنا كفاف يومنا، مش اعطينا الخبز اللي بيجي ومن بعد ما نمد الموايد شو بدنا نعمل فيهم، خلصت العشرة سهرة زدتهم كلهم، كفاف يومنا. بتصور هيدا الشيء اللي بده يخليهم للناس يدفوا ويقولوا بدنا نجاهد أكتر، بدنا نرجع شوي لزمن البحبوحة هيك، حتى بس بدنا نضخ بهالبحبوحة اللي كانت عنا شوية فرح وشوية رجل اللي عم حلو. تحكي عنه. حلو يا أبونا، حلو الكلام، وإحنا بلشنا فيه قبل ما كمان هلا الناس أكيد عم تطلع هلا بقول هالعلبة الحمراء هذه إيش فيها، فبدنا نبلش نعطي البركة من حضرتك يا أبونا. صح. بهالدخار تحكي لنا عنهم ونصلي للناس اللي عم بيشاهدونا واللي بتابعونا على الصفحة. أنا بدي أوجه تحية لصديق كتير كبير، الشيخ الجليل اللي عندي، أنا بعتبره يمكن من أهلنا، من عائلتنا، من تربتنا اللبنانية، اللي قدر حصل أب عن جد ومن جدود 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 جدودنا على شيء أنا بسميه كنز كبير. نعم. من أكبر الكنوز اللي تحصل عليها يمكن عائلة أو شيء، وخاصة من العائلات اللي كانت مرموقة. فسيد جوزيف حجار اللي هو خي وصديق وأكيد من العائلة، بيوم من الأيام بيقول لي بتعرف أنا بعرف قيمة هالجوهرة اللي عندي بس بدي فرجيك إياها. وبالحقيقة هيك فاجأني بأنه عنده ذخائر قديسين. قلت له يه شو عم بيعملوا عندك؟ قال لي وصلوني وخبرني القصة. هلأ القصة طويلة. وبعدين بيجي بيقول لي بتعرف، وبقول لعائلته كلها يعني، بقول انه حصلت كمان حتى للتأكيد يعني على شهادة فاتيكانية. هاي الشهادة مع امضاء اكيد الكبار المسؤولين بالفاتيكان باللغة اللاتينية، وعندي الترجمة تبعيتها عن من هم القديسين والرسل والأباء. عم نحكي لأنه عم بحكي عن ذخائر من المئوية الأولى، يعني متى، مرقس، لوقا، يوحنا، يوسف. واو. يوسف بي يسوع، يوحنا المعمدان، وكلهم مكتوبين والترجمة إجت من الفاتيكان كمان على هيدي الشهادة. فاللي بالحقيقة هيك بخليك تحسي مش بس برهبة مثل ما أنت وقت اللي حصلت علينا رح يوقف قلبي، بصدق نحن قدام كنز كتير كبير. وأنا بقول كنز نهداني حتى يكون موجود يعني برفقتي وصحبتي خلال هالفترة اللي أنا موجود فيها بالأردن. جبتهم على الأردن حتى بالحقيقة كلنا سوا نتنعم فيهم، خاصة أنه فيها ذخائر القديس أو يوحنا المعمدان. فهي الذخائر رح تكون موجودة خلال هالسنة اليوبيلية، بدي سميها 25 سنة على ولادة هالكنيسة، الصرح الكبير اللي اسمه كنيسة مارشار بالعمان. رح يكون موجود. احتفال كان من يوم الأحد، نهار الأحد، بأحد تقديس وتجديد البيعة. احتفالية بقدوم هالذخائر، بتكريم هالذخائر. أنا ما بدي أعبد الذخائر، بدي العالم تفهمني كتير منيح. نعم. أنا كل شيء اسمه ظهورات أو يمكن حتى ذخائر وهيدول بحطهم بمصافهم. يعني بقول هيدول حتى وقلناها بالصلاة يعني. نعم. اللي حضرتكم صورتوه قلنا أنه هالذخائر حتى تقلي أنا وأنت وكل العالم أنتوا كمان فيكم تكونوا قديسين. أنتوا كمان بكرة بعد 100 و200 و500 جدود جدودنا يعني اللي بدهم يجوا. نعم. بدوا يقولوا كان في بالألفية الثالثة أول 20 سنة كان في الدكتور وكان في الأبونا وكان في هالصبي وهالشاب، هيدول اللي عم بيكتشفون البابا اليوم وعم بيحطهم عم بيدفش قدستهم على مذابح الفاتيكان تكونوا مكرمين أو تكونوا طبويين أو قديسين. هيدول القديسين عايشوا بكل برارة، بكل طيبة، بكل هيك قناعة. نعم. وتواضع، عيشوا حياة مقدسة. مشان هيك اجت الأيام ومن بعد ما قلبت صفحات التاريخ اجا ناس يقولوا كونوا مثل تقلا، كونوا مثل بولس، كونوا مثل يوسف، كونوا مثل يوحنا المعمدان، كونوا الصوت الصارخ. هيدي الشيء خلتهم يندفشوا. وانتبهي قديما ما كان في تقديس بالفاتيكان. نعم. كانوا هيدول يحفظون هالذخائر، مثلا قطع رأس يوحنا
دفن جثمانه، الرسل تبعوا له أو اللي كانوا أتباعه ليوحنا جابوا أخذوا كرموا جثمانه. بطرس الرسول لما زتت روما بعد ما صلبته بالمقلوب زتوا جثمانه بمزبلة روما. اليوم من بعد ما نبشوا هالمزبلة وشافوا جثة مار بطرس عملوا عليها حاضرة الفاتيكان، صار في المذبح تبع الفاتيكان اللي بيقدس عليه البابا وصار في ذخائر هونيك. هيك كانوا يحفظوا أجساد أو ذخائر القديسين. أنا بدي أقول هيدولي بس لحتى نتمثل فيهم، يعني مثل ما بقولوا لنقتضي بتواضعهم بإيمانهم بعلاقتهم المميزة مع يسوع، ونجرب ناخد منها نتعلم منها نقتدي فيها ونعمل مسيرة قداسة. مشان هيك هالذخائر موجودة بكنيسة مرشر بالعمان لكل الأشخاص اللي بحبوا يتباركوا منها أو يجوا، وعن جد أنا بقول تلهمنا وتتحدينا، يعني مش للعبادة نعم. إنما تتلهمنا وتتحدينا. عم برجع عيد التعبير حتى ما حدا يكون عنده لغط بالموضوع. ما بدي العالم تجي تبوس وتاخد بركة وتعمل، مش هيدول المهمين. في ناس يعملوا هيك بس مش هيدول المهمين. المهمين نعرف انه هيدول حاضرين في وسطنا، هيدول اللي نحن منقول الأبرار والصديقين والقديسين، ونحن منقول هيدول الأشخاص اللي ألهمونا حتى نحن ماشيين الدروب معهم إلى يسوع المسيح واللي هو بيضل المقياس. ما حدا من القديسين هو المقياس، هو يسوع المسيح هو المقياس. وهيدا اللي أنا بحب اليوم هالشهادة بس تقول إنه هيدول عظام القديسين من عظامهم، مش إنه من تيابهم أو شيء، يعني مثل ما بقولوا درجة أولى بالذخائر اللي قدرنا حصلنا عليهم أو حصلت عليهم. فأنا بعتبر الهدية أولا كانت هدية شخصية اللي أنا اليوم عم بحطها لحتى كل الناس تشوفها وتقول نعم هيدول 64 ذخيرة وزدنا عليهم 7 اللي عنا، يعني شربل ورفقة والحرديني وإلى ما هنالك، وبد يعني وحتى القديسة ريتا اللي صار فيه تشابل نعم. عنا بالرعية بالرعية. وهيدي الشغلة موجودة وبعد حفظت عليها بإدمة، يعني بالطريقة اللي كانت محفوظة فيها، وإذا بيشوفوها عن جد الناس بتحسي قديش في رهبة إنه بكرة نحنا كمان مدعوين إنه نصير بحياة الأشخاص اللي بدهم يجوا بعد 200 سنة و 300 سنة يقولوا البابا جد والأبونا ما كانوا قديسين. يا هل ترى بعد فيه ولا خلصت دروب القداسة مع هدول الناس؟ نعم نعم، هذا اللي بدنا نذكر فعلا أبونا، لأنه يعني أحيانا الناس بتاخد فكرة غلط عن موضوع الذخائر وتكريم الذخائر صح. أو الصلاة عند الذخائر، مثل ما نكرم أمنا وبينا بالزبط. دكتور يعني هي الفكرة هيك تتاخذ. حب هيك طبعا اللي بده يسيء للكنائس أو هيك يقول لك قاعدين عم بيعبدوا ذخائر وبيعبدوا عظام وبيعبدوا، يعني هاي دائما بوجه بقول لك التوجه ليسوع هو المجد صحيح. له المجد نعم فعلا، بس لازم هذول الذخائر كمان احنا نكرمهم لأنهم عاشوا فترة احنا زمنية، احنا بنكرم بيتنا أكرم أباك وأمك، حافظوا على التراث السيد المسيح، هن اللي نقلوا لنا إياه، هن اللي ورثونا إياه، هن اللي حفظونا نعم. وأنا بقول نحفظ لهم مثل هالقديسين اللي مرقوا بياتنا وجدودنا نعم. يعني أبرار والصديقين ما بنعرف أسمائهم، يمكن تيتا تبعي يمكن جدي، فمنحفظ لهم هالوديعة وديعة الإيمان اللي سلمونا إياها، ومنقول لولاهم نحن بعد 2000 سنة كنا نسينا كل شيء كان صار ورانا. مشان هيك أنا بقول مثل ما بحفظ بقول ريحة توب أمي بعده موجود بالبيت، مثل ما بقول إنه هيدول الأشخاص يعني ذكرياتهم، الإرث اللي ورتونا إياه، الأرض اللي عطونا إياها، المعلومة اللي وصلوا لنا إياها بعدنا عم نكبر فيها، أنا بقول هالذخائر هي ذخائر قديما كانوا يحتفظوا فيها بكتير من الإكرام، وكانوا يبنوا الكنائس والمذابح على ذخائر القديسين. مشان هيك نحن عنا بالكنيسة المارونية، ما بعرف إذا بغير كنائس بيعملوها، نحن بنبخر الناس اللي صاروا هني كمان وديعة الإيمان، نحن صرنا سكن الله حلو. كل إنسان مشان هيك التبخير للآلهة نعم. أنتم بشر آلهة، مشان هيك بالآخر بنعمل تبخيرة بالعرض إذا بدي سميها قدامه. كانوا يسألون الناس وليش بتعملوها بالكنيسة المارونية بالعرض، كنا نقول لأنه المذبح بينعمل أو بينسكب شو ما كان، حديد أو حجر أو يمكن خشب أو شو ما كان، على ذخائر القديسين. منقول إنه هيدا المذبح تكرس
وصار فيني أقدم عليه التقديمات والذبائح وإلى ما هنالك. فذخائر القديسين كانت تحفظ في المذابح، نعم، في الكنائس، في الكاتدرائيات للتكريم، نعم، لا للعبادة ولا لشيء. بس حديثا شفنا غلط. صرنا نشوف الذخائر عم تطلع من المذابح، صحيح، وصارت تتنقل من بلد لبلد ومن مكان، صحيح، لآخر. كمان بيتبركوا من الناس وبيقول إنه هيدي الوديعة اللي أنا استلمتها وأنا حابب اقتدي، مثل ما بقول بولس، بقول نعم، الرسول بولس بقول اقتدوا بي كما أنا اقتدي بالمسيح، نعم. يعني مثل ما أنا بقول مثال الأعلى بي، مثال الأعلى أمي، مثال الأعلى كذا، هيدولي مثالنا الأعلى، هيدولي اللي ورطونا وديعة الإيمان واللي نحن ممتنين لألن، ومنقول لهم شكرا، لأنه لولاكن ما كانت وصلت لنا البشارة وصارت بين إيدينا، صارت وديعة بين إيدينا استلمناها أمانة ورح نسلمها للأجيال اللي بدها تجي. فأنت اليوم عم بتسلمي شو من خلال برنامجك، من خلال كل اللي عم تعمليه، حركتك الرسولية، شو عم تعملي دكتور؟ نعم. عم تعملي، عم بتسلمي وديعة الإيمان اللي تسلمتيها من مين؟ نعم. من بيك ومن أمك ومن الأشخاص اللي عشتي معهم، فعلا استلمتيها بتسلميها، نعم، وبكرة بتروحي ضميرك مرتاح لأنه أنا عملت جهدت الجهاد الحسن، مثل ما بيقول مربولوس، نعم، برسيله، أنا جهدت الجهاد الحسن، أنا عملت اللي لازم أعمله، وهلأ بسلمكم وديعة الإيمان. سلمونا وديعة إيمان، بدنا نحافظ عليها، وبدها تلهمنا هالوديعة وتتحدينا لحتى يضل يسوع هو المقياس، يسوع هو المخلص، هو الصخرة، هو الفداء، هو الذبيح، وهو حياتنا، حياتنا هو اللي منتنفسه. أمين يا أبونا. أبونا أنت كان عندك الاحتفال نهار الأحد، وأيضا كمان عملت تجديدات بالكنيسة وأعمال صيانة بعرضوها للشباب على الصفحة. شو جددت في الكنيسة؟ نخبر الناس. الكنيسة كان ابتدت يعني تعمرت، يعني تأسست على صخرة مهمة، هالمطرح المقام اللي قدموه، يعني أنا بفتخر إنه أقول على الهوى ولكل الناس، نعم، جلالة الملك حسين، يعني نعم، ربنا أكيد يضمه إلى فسيح جنانه، وكذلك جلالة الملك عبد الله كمان بدي وجه له تحية كتير كبيرة عبر نورسات، وقال لهم شكرا على هالهبة الكبيرة اللي عملوها للكنيسة المارونية، وكان في علاقة وطيدة وعلاقة صداقة بين المملكة والبطريركية المارونية، نعم. فهالأرض اللي هي 11 دنم اليوم بلش فيها سيادة المطران صياح بحضور الخوري، وقتها كان الخوري المونسنيور شيحان، نعم، والمونسنيور شيحان بنى هذا الصرح الكبير، وأكيد بعدين إجا سيدنا موسى وصاروا يجوا التوالى والكهنة. بعد هال 25 سنة، نحن اليوم بسنة 24 وعلى مشارف، نعم، 25 اللي رح نحتفل فيه بتموز، وكل السنة رح تكون يوبيلية، يعني مثلا هلأ 24 هذا الشهر عيد الميلاد كانون، نعم، الأول رح يكون عنا، بتعرفي مار شربل كان بعيد ليلة عيد الميلاد مات، نعم، فكمان رح يكون عنا احتفالية كتير كبيرة، ميلاد الرب يسوع وكمان انتقال شربل إلى السماء. فهيدي السنة اليوبيلية حبينا أنه نجدد شوي، يعني نعم، المبنى بده طرش، بده دهان، بده ما بعرف شو، بده تجديد الأساس اللي فيه، الأشياء اللي كانت صار ل 25 سنة صار فينا نتقدم فيها أكتر. كان في عنا بعض الأعمال الإنشائية اللي حتى تكشف الكنيسة عملناها، يعني هلأ الناس رح يفوتوا على الكنيسة رح يتفاجأوا أنه المذبح كله بيّن، صار فيه شوي لهندسة الصوت لأنه كانوا يقعدوا ابتداء من نص الكنيسة ولورا ما يسمعوا، نعم، فعم نحاول نعمل شيء حتى الصوت يصير أفضل. بدي أقول أنه هيدي المنطقة اللي تقدمت للكنيسة المارونية رح تصير بنعمة الله، ومع الأيام اللي بدها تجي مع التحسينات اللي بدها تصير والبساتين والأشياء والملاعب وكل رح تصير بيرل، خليني سميها تحفة، أو بدي سميها لؤلؤة، لؤلؤة في هذا، ما بدي أقول هي اللؤلؤة، لؤلؤة بين اللقالق الموجودة من إخوتنا الأرثوذكس واللاتين والكاثوليك الموجودين على هالأرض والبروتستانت أو الموجودين، نعم، كلهم بدها تكون عن جد عندها ميزة خاصة، إطلالة خاصة، وحتى رح تكون عندها هيك بهاء بيقول للناس
أنا كمان موجودة بهالمنطقة ورح تجتذب الناس. حلو. يسوع بيقول على أنا عندما أرتفع أجتذب إلي كل أحد. كمان هالكنيسة وصرحة ويمكن حتى الشيء اللي بده يصير فيها من نشاطات رسولية ونشاطات إيمانية وجيل الإنجيل بكرة وغيره من النشاطات اللي عم نطل فيها عبر السوشيال ميديا أو عبر عزاتنا واستقبالنا للناس والحركة اللي عم نعملها رح تصير تجتذب المؤمنين لا يقربوا أكثر من يسوع المسيح، مثل ما عمل يوحنا وقت اللي ما قال لهم أنا، قال لهم مش أنا، هيدا هو حمل لا. الله. نحن رح ندل على يسوع ونقول لهم للعالم إذا جيتوا لعنا رح ندلكم على طريق الخلاص، على طريق والحق والحياة يسوع المسيح. الله يقويك يا أبونا، يعني العمل كثير يعني هو في حقل الرب، لكن العمل صح. عم ببين صح. والهدف واحد ربنا. اللي هو هدف ربنا انه أكيد. انك انت تجمع كل هالعالم على كلمة ربنا، تنقدر نستقبل الناس نعم. بطريقه اجمل نعم. وافضل. صار عندنا شابل صغيره، واحد راحه أكيد. وسلام أكيد. وامان في حضن هالكنيسه وفي حضن يسوع دكتور. كمان هذا المطلوب نعم. يعني مثلا شابل صغيره اللي عملناها لريتا وانطونيوس شغله هيك قدرت تكون كتير فيها حراره. يعني في ناس بحبوا يفوتوا على الكاتدرائيات والكنائس، نعم في ناس بتحب تفوت تصلي شبال صغيرة، شبال صغيرة صار فيها الشبال، صار حلو. فيها مثل ما بقول أنا مزار، مزارات كمان يعني. الناس بتحب كتير تزور المزار توصل بطريقة مزار نعم. صغير مع الزخائر تبع شربل حلو. مع الملعب اللي لازم يخلص، مع البساتين الموجودين لحتى حلو. تستقبل اللي بحبوا يكونوا بحالة عائلة نعم. العائلة بدها تكبر ونحن عم نحضر لهالعائلة الموجودة هون الأهلة والسهلة ان شاء الله بتضلكم بنعمة الله. زي ما بقولوا كبار وبيتكم دائما بالبيت الكنيسة المارونية عامر لقلي. في ارض المعمودية وارض صح. يوحنا المعمدان صح. ارض الهاشميين دائما احنا بنقولهم الكرام اللي دائما فاتح قلبه لكل الناس. فالله يقويك ابونا. وابونا اليوم نحن عم نحكي عن التحضير، كمان نحن دخلنا هلا في زمن التحضير للميلاد، زمن المجيء نعم. وزمن الميلاد صح. هلا عندنا الصوم الميلادي وايضا في عندنا الزمن الميلادي باجواءه، في ظل ايضا التحضير السينودس اللي اعلن عنه قداسة البابا شركة ومشاركة ورسالة. فكيف ترى الميلاد في هذه الأجواء وضمن هذه الرسالة، رسالة قداسة البابا، وأيضا ضمن الوضع الكنيسي العام؟ فكيف تجد تحضير الميلاد، كيف سيختلف هذا العام؟ أم هل سيبقى زي ما يعني، هل هناك تغيير؟ لأنه الناس بحاجة لأنه تغير، بحاجة أنها تطلع من هذا السبات اللي هي عايشته. وأوقات بتكون في نفوسهم كمان صارت عندها جفاف صح. الجفاف الروح. فكيف بدنا نقدر ننعش هاي الأرض هالآن انطلاقا من اللي الميلاد. عم بتقولي نعم. دكتور أنا بقول على الكاهن أو الكهنة الموجودين بالمملكة، إخوتي كلهم سوا أنا وهني ونحنا مع بعض، مع المجالس اللي بسمون لجان الوقف والمجالس الرعوية والحركات الرسولية والكشافة وكل نعم. هيدا الطاقم الذي يحيط بالكاهن نعم. وحتى دوركم أنتو كإعلاميين وخاصة كتلفزيون مسيحي، نحن مسؤولين على أنه نضخ رجاء وحب وأمل ونقاء ويمكن حتى صفاء بقلوب الناس وبأفئدتهم لحتى نقول لهم ميلاد السنة لازم يشبه الميلاد اللي أنتوا بتحبوا. وأنا بتقول لهم للعالم شاركونا، بتقول لهم للعالم حابين تغيروا تلونوا حياتكم، بدكم تكونوا عايشين حالة الفرح، تفضلوا تركوا بيوتكم. إجا الوقت يعني بعرف زمن كورونا حبستنا، اجى الوقت نطلع على الناس على العالم على المساحات نعبيها بفرح ميلاد يسوع. التجسد والتجسم الله كان اذا بدي سميه في عليائه، ما بدي اقول السماء فوق الغيوم، مش هيدي القصه نعم. بيوم من الايام ربنا في ملء الزمن بيقول الرساله الى العبرانيين، الله مثل كانه في قرار انه يخلي ذاته، ياخد صورتنا صورة طبعنا البشري، يلبس إنسانيتنا حتى يحول هالإنسانية الترابية الإنسان الترابي إلى يرجع يعطيه نفحة،
الإلهية، الصورة اللي فقدها بالجنة أو بالفردوس. حلو. من هالمنطلق أنا بقول تسعوية الميلاد أو الصوم الميلادي، أو يمكن أنا عملت هلأ شغلة رتبة بسميها درب الميلاد. حلو. يعني بالكنيسة المارونية دكتور يمكن تختلف عن الرزنامة اللاتينية والكاثوليكية والأرثوذكسية، كل واحد عنده ميزة. نعم. الميزة تبع الكنيسة المارونية أنه بتبلش تقديس وتجديد البيعة اللي احتفلنا فيه الأحد. نعم. بعدين بنروح على 6 أسابيع كتير حلوين، بشارة زكريا، بشارة العذراء، زيارة العذراء لنسبة إليصابات، ولادة يوحنا، هيدول محطات مهمة. نرجع البيان ليوسف أنه بالحبل الإلهي ما تخاف تأخذ مريم، أحد النسبة، عيد الميلاد. ومن وراه بيجي أيام كتير مهمة، مقتل أطفال بيت لحم وإلى ما هنالك، والتقدمة يسوع إلى الهيكل. بس هيدا الزمن الميلادي زمن البشارات المفرحة. أنا بقول لهم ابتدى ابتداء من هذا الأحد اللي جاي البشارات المفرحة. بشارة لزكريا بمولود رح يكون، يا عم كيف يكون هذا، امرأتي طاعنة بالسن، هي عاقر ما بتجي، إجا وقت الله، هلأ الله بده يحكي. فشو رأيهم أهل المملكة وإنت وأنا وكلنا سوا نقول خلص خلص فزع، خوف، تردد، يمكن هيك إنه شو رح يكون، وباء، تعوت نقول في شيء بده يخرقنا، في شيء بده يحتلنا بهذا الزمن، زمن البشارات المفرحة. فينا نكون نكدين، فينا نكون هيك عيوننا عابسة وراسنا مشربة، قلهم على أردني كشرين كشرين، وفينا نروح على زمن البشارات. تفضلوا، قديش في بازارات، قديش أنتوا عاملين نعم. نشاطات، قديش نحن عاملين مثلا معرض الميلاد من 2 إلى 5 شهر. نعم. تنقول شو كل هيدول تتقلنا في زمن الفرح، في زمن بشارات بدأ تخرق هيدا الواقع الأليم اللي كنا عايشين فيه خلال هالسنتين اللي مرقوا، وبدنا نقول قادرين نختم، تعالى واختمنا على جباهنا فنعرف أن شعب المحبة، شعب الرجاء، شعب الإيمان، شعب اللي بده يعمل حالة فارقة أو خارقة بهالزمن الملتوي، هالزمن اللي بائس، هالزمن التاعس اللي عم نعيشه، هالزمن اللي بيقولوا لنا الصين مع أمريكا مدري شو بده يصير، عم نحضر لحروب. يا خيي حضروا أنتو، عندكم رزنمتكم وعندكم أجندتكم، ونحن عند أجندة تاني، أنا عندي أجندة تانية. إذا بدكم تعرفوا شو هي اتفضلوا اتصلوا فينا، كونوا معنا، رفقونا تتعرفوا أجندتنا قديش عن جد بدها تلون حياتكم. وأنا بقول نحن جاهزين، بدنا نتعرف معكم مع المشاهدين على شخصيات المغارة برموز الأشياء اللي عن جد، منقول الجيرلاند، منقول البول، منقول الحيوانات، منقول الألوان، منقول، تعوا نتعرف عليهم، تعوا يصير عنا نكهة جديدة بحياتنا المسيحية، ونعمل سينودوس سوا، نمشي صوب. أول شيء بدنا نمشي صوب المغارة، بعدين بدي أمشي هذا السينودوس اللي نعم. سألتيني حلو. عنه صوب المغارة، ونتعرف على كل شيء يحيط بهيد المغارة. بعدين من المغارة بدنا نروح على الدنح، بدنا نمشي دروب نهر الأردن. نعم. منا بدنا نروح على الصحراء، بدنا نمشي دروب الصحراء تنمشي عن جد الصوم، وكيف منعيش الصوم، وشو أجمل ألوان الصوم، وليش الصوم هو زمن مفرح. بعدين بدنا نروح على أسبوع ألام، واللي لولاه ما كان في القيامة، وما أجت يمكن ضجة القيامة والاختراق الرهيب اللي عمله ربنا. من بعد زمن القيامة بدنا نروح على زمن العنصرة تنكون رسل. فهيدا السينودوس اللي عم بيدعينا قداسة البابا لإله مع الكنائس كلها سوا، واللي احتفلنا فيها واللي افتتحناها، كل كنيسنا اللاتينية والكاثوليكية والمارونية افتتحت هالسنة السينودال، يعني اللي نمشي نعم. معا، عم نمشي دروب شو؟ عم نمشي نعم. كل واحد على طريقته؟ لا نعم. يا ريت منتحد كلنا سوا، أرثوذكس وكاثوليك ولاتين وكل الكنائس، تنمشي سوا صوب مغارة البيت لحم، ومننا نعم. إلى الجلجلة، ومننا إلى دروب المملكة السماء. ونحن هون عنا فرصة حلوة دكتور، أنا نعم. بحب أقولها على عبر برنامجك، نحن طبعا. بمملكة نعم. نحن بمملكة الأردنية الهاشمية، ولكن هيدي المملكة بدها تعطينا طعمة المملكة اللي نحن كلنا سوا إسلام ومسيحيين ماشيين عليها، وإلا شو جايين نعمل؟ نقطع وقت، صح. نقطف ورد، شمامين هوا، أو مش هيدي. نحن من المملكة بدنا ندل الناس على المملكة اللي السماوية. اسمها مملكة الآب. هيدا اللي عمله يوحنا بنهر الأردن. حلو. هيدي هي قصة المغطس، هيدا هو حمل الله، خليه يخدنا حيث يريد أن يذهب، مش حيث نريد نحن أن نذهب. حلو أبونا، يعني كلامك بصراحة يعني هيك بيبعث الأمل، بصير الإنسان يعني عنده هالأمل. ومعنا أبونا فرح حجازين على التليفون
باتصال نطرناك يا ابونا. ولا يهمك، الله يسعدك. كيفك يا ابونا؟ جزيف ابدع في حديثه واستمتعنا بكل كلمه حكاها. شكرا ابدا، شكرا ابونا. فرح جزين راعي كنيسه اللاتين في صفوت. نشكر الله عليك يا ابونا. ارممين. اسفه اسفه يا ابونا، اسفه. طبعا ندعو الشفاء لابونا جورج شرايحه لانه مصاب كورونا كمان، مع انه متطعم بس مصاب كورونا، بس الحمد لله عم ببرعت كثير يا كثير هدي. فحكينا له الابونا احنا بنعطيك كمان هالاسبوع هذا لانه هو تعافى ان شاء الله، لكن بضل الحظر واجب لثلاث اسابيع يعني انقطاع. ابونا فرح، نحن كان حلقتنا اليوم عن الميلاد ودخلنا في اجواء الميلاد، كيف الانسان المؤمن بتحضر للميلاد بضمن رسالة السينودوس اللي أعلنوا قداسة البابا لعام 2023. فإحنا بهذه المسيرة، مسيرة التحضير لكي نصل إلى السينودوس زي ما بقولوا القمة سنة 23. تفضل أبونا. على كل حال إحنا بنلاحظ على أنه الكنيسة الشرقية تستعد للاحتفال بالميلاد، نعم، بدخولها في الصيام، وإن شاء الله يكون صيام مبارك ومقدس على الجميع. وكذلك الكنيسة الغربية بعد أسبوعين تبدأ الاستعداد للميلاد بزمن المجيء. وبنلاحظ أيضا أنه حتى اليهود نفسهم كانوا يستعدوا لمجيء المسيح، ولكن للأسف كانوا حاطين مقاييس خاصة فيهم، فإجا المسيح بخلاف ما كانوا حسب المقاييس اللي حطوها، ولا للسبب لم يتعرفوا عليه. وبنخاف أنه بعض المسيحيين أيضا يستعدوا للميلاد، يجي المسيح ولا يتعرفون عليه، لأن بكون عندهم نظرة خاصة فيهم، وليس كما يريد السيد المسيح أن يأتي، ولكنهم يريدون أن يأتي بحسب مقاييسهم الخاصة. لذلك حديثنا راح يكون في نقطتين. النقطة الأولى، المسيح الذي كان ينتظره اليهود وكيف جاءهم السيد المسيح. ثانيا، المسيح الذي ينتظره مسيحي اليوم وكيف يأتيهم السيد المسيح. إذا النقطة الأولى، المسيح الذي ينتظره اليهود وكيف جاءهم السيد المسيح. على زمن السيد المسيح كان انتظار المسيح على أشده. المرأة السامرية تقول لأهل قريتها بعد حديثها مع يسوع، هلموا فانظروا رجلا ذكر لي كل شيء فعل، فلعله المسيح. وها هو اندراوس يقول لأخيه بطرس، لقد وجدنا مسيح، أي المسيح. كذلك قال اليهود بعد أن سمعوا يسوع يتكلم في عيد المبال، هذا هو النبي حقا، وقال غيرهم هذا هو المسيح. فالجميع كان ينتظر مسيحا دنيويا يرسله الله ليعيد المجد والعظمة لإسرائيل. إذا نرى الشعب بعد أن صنع يسوع جوبة تكثير الخبز على الشاطئ بحيرة طبرية يحاولون اختطاف يسوع ليقيموه ملكا دنيويا عليهم، فابتعد عنهم يسوع وعاد وحده إلى الجبل. كذلك القديس بطرس كان ينتظر مسيحا دنيويا جبارا لا يعرف الألم ولا الهزيمة. عندما سمع يسوع يقول أنه سيتألم ويموت قال حاش لك يا رب من هذا المصير، فعنفه يسوع قائلا سر خلفي يا شيطان، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. كذلك نرى التلاميذ يطرحون السؤال على يسوع، يا رب متى ترد الملك لإسرائيل؟ وابناء زبدة يرسلان أمهما للحصول على المكان الأول والثاني في مملكة يسوع الأرضية، أن يجلس أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك. وهذا ما جعل العلماء والكهنة والفريسيون لا يحركون ساكنا عندما علموا أن يسوع قد ولد طفلا صغيرا ضعيفا في مغارة بيت لحم، إذ ليس هذا هو المسيح الذي كانوا يريدونهم. أما يسوع فقد جاءهم بعكس ما كانوا ينتظرون، فقد أراد أن يعلم شعبه ومعهم تلاميذه حقيقتين. الحقيقة الأولى بأنه هو فعلا المسيح، هذا ما قاله للمرأة السامرية التي قالت لهم أني أعلم أن المسيح آت، فأجابها أنا هو الذي أكلمك. وكذلك أثنى على جواب بطرس لسؤال يسوع من أنا، أجاب بطرس أنت المسيح ابن الله الحي. وقال له يسوع طوبى لك يا سمعان بن يونا. كذلك أمام رئيس الكهنة الذي سأل يسوع أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا أنت المسيح، أجابه يسوع أنت قلت. وقد برهن يسوع عن هذه الحقيقة بأعماله مثل العجائب وغفران الخطايا ونبوءاته
وتعاليمه وبشخصه. من منكم يستطيع أن يثبت علي الخطيئة؟ الحقيقة الثانية، إذا كان يسوع المسيح لكنه ليس على الطريقة التي كان ينتظره اليهود، فهو المسيح الممجد ولكن بعد أن يتألم. أما كان يجب على المسيح أن يتألم قبل أن يدخل في مجده، فهو المسيح الذي كان أعلن أمام بيلاطس إن مملكته ليست من هذا العالم. هو المسيح الذي يقدم نفسه على أنه مسيح متألم مجرب محكوم عليه بالموت، لا يفهمه أحد ولا تلاميذه إلى أن يقوم من بين الأموات. النقطة الثانية، المسيح الذي ينتظره مسيحي اليوم وكيف يأتيهم السيد المسيح. أحيانا لا نختلف كثيرا عن اليهود في الصورة التي نعطيها للسيد المسيح الذي ننتظر الاحتفال به. عيد الميلاد هو لنا سوف يكون إدخال الفرحة إلى قلوب أطفالنا بشراء كل ما يحتاجونه من ملبس ومأكل وألعاب، ثم نستمتع نحن برؤية الابتسامة والسعادة على وجوههم. عيد الميلاد سوف يكون بالنسبة لنا نحن الكبار الاستمتاع أيضا بيومين عطلة وبشراء بعض الملابس الجديدة والمباهاة بها. عيد الميلاد قد يكون أيضا للبعض هو الاستمتاع بالاحتفالات الدينية وترانيم عيد الميلاد. قال قداسة البابا فرانسيس يوم الأحد الماضي في صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساعة القديس بطرس، ليكن إيماننا بدون زخارف خارجية، إنما قائم على الصدق والمحبة المتواضعة. فلا عجب أمام كل هذه الاحتفالات الخارجية والأنانية أن نحتفل بالعيد تلو العيد دون أن تتغير حياتنا إلى الأفضل، وننسى أن عيد الميلاد وأن مجيء السيد المسيح يتحقق عندما نفكر بالأطفال الفقراء ونعمل على إسعادهم. عندها نلتقي بشخص المسيح ليس فقط في وجوه أطفالنا بل أيضا في وجوه الأطفال الفقراء. عيد الميلاد هو عندما ننطلق ليس فقط لزيارة الأهل والأصدقاء والأحباء، ولكن عندما نصفح بعضنا عن بعض وندخل بيت قريب حصل بيننا وبينه إشكال، كما دخل السيد المسيح أرضنا عندما كنا أعداءه بالخطيئة. عيد الميلاد هو عندما نحتفل بمولد المسيح بقلوبنا وليس فقط بأفواهنا واحتفالاتنا الدينية التي لا تغير ولا تبدل من حياتنا المسيحية شيئا. عيد الميلاد هو إذن عندما أقبل المسيح، عندما يأتي لي في شخص الفقير فأطعمه، وفي شخص العدو فأسامحه، وفي بيت الرب فأقبله بالقربان الأقدس، وليس كما أتصوره أنا. عندئذ أستطيع أن أنشد هذه الكلمات الحلوة للميلاد وهي للأب منصور لبكي: عندما أسقي عطشان كأس ماء، عندما نكسي عريان ثوب حب، عندما نكثف الدموع في العيون، عندما أقبل رفيق دون غش، عندما تموت في روح الانتقام، أكون في الميلاد وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا أبونا، أنت بخير إن شاء الله يا ربي. ميلاد مبارك علينا جميعا، وشكرا لكلماتك الطيبة في شرح معنى الميلاد اللي ما بيختلف عن شرقي أو غربي، لكن بلشت الزمن بالكنائس الشرقية زمن الصوم، لكن في الكنائس الغربية لسه عم بيدخلوا الأجواء الميلادية تحضير من خلال الرسائل. لكن الجوهر واحد، هو الوصول لمعرفة ربنا والوصول للملكوت زي ما أنت تفضلت. شكرا يا أبونا فرح وصباحك نور. وكل عام وأنت بخير يا رب. الله معك. الله يا أبونا، لما حكى أبونا فرح عن موضوع الميلاد وأيضا كيف ننظر للآخر في أيضا الزمن الميلادي، كيف ننظر هلا بنظرة جديدة للآخر في الزمن الميلادي في ظل إحنا ما بنعيش من يعني أنت الوضع اللي إحنا بنعيشه من تغير، والوضع اللي بنعيشه نحن هلا مختلف عن ما تعودنا عليه سابقا. فإحنا هلأ كيف ننظر للميلاد؟ في هناك تعليقات جدا رائعة من المشاهدين والمتابعين على صفحتنا. مثلا بحكي على تعليق الأخت ماجدة البير: سأنظف قلبي جدا لأجعله مغارة لميلاد مخلصي، فإنه يستحق كل مجد ويسمع دقات قلبي ترنم أهلا بك. أنا سعيدة بك في حياتي. كيف سنجعل كل مؤمن يقول
يقول أنني سأنظف قلبي، كيف بده ينظفه؟ حلو كثير. عندما نفرش القلوب بالرجاء في الميلاد، وقت اللي بنعمل كل شيء بحسب معطيات الكلمة، بحسود عن جد خليني يكون عم بتحضر قلبا وقالبا. نظرتي انت حكيتي مرتين عن كيف نظرتنا بدها تكون. انا بدي اقول وقت اللي بلبس لانتي او العوينات ربنا تشوف فيها الناس اللي بحبهم، الناس اللي بكرههم، الناس اللي هن خربطوا معي، بشوفهم بمنظار يسوع، بعيون يسوع، يعني من خلال نظرته للخاطئ، للإنسان اللي كان عنده يمكن قصر بالنظر، أو يمكن كان بحالة تعاسة، أو كان عنده مرض، أو كان عنده علة، أو كان وقت اللي بتطلع بهدول الناس بنظرة يسوعية كل شيء بيتغير. أنا بقول وقت اللي دقيت قلبي بصفو يسوعي، وقت الطريقة فكري بتتغير تجاه الآخرين، بلش عيش الميلاد. الميلاد مش أنه ضلني مثل ما أنا، مش أنه ضلني متحجر. الميلاد مش نظرة يومية اللي أنا إجت، بتعرفي مرات بيقولوا في كمخة على الشغلة، أو بيقولوا أنه جنزرت، أو بيقولوا في يمكن مرات بتعرفي البيت اللي بيعملوا له رينوفيشن، بيقولوا لأنه صار في هون هريان، تصدعات هون. هيدا الشيء شو بيعمل الإنسان؟ بيرجع بيتجدد. مشان هيك بيجي الصوم، بتجي المسيرة، بتجي أنه أنا أعمل سويتش، أعمل تحول. هيدا فعل التحول اللي أنا بعمله هو اللي بخليني شوف العالم بمنظار، بنظرة يسوعية. شو كان بده ربنا وقت اللي شاف هالقد في تلوث، هالقد في فساد، هالقد في قلق؟ اضطراب تجسد، وبقول دخل التاريخ بقوة. بيقولوا لي طب ليش تجسد هلأ مش قبل؟ لأنه قبل كان في صرخات كتير كبيرة عم 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 بتنصرخ، إلى متى يا رب تستمر على نسياني؟ وحتى متى تواري وجهك عني؟ وينك يا رب؟ اقتري أيتها السماوات من فوق، ولتمطر الغيوم الصديق. هذه كانت صرخة أهلنا بالعهد القديم، يعني أباء وجدود والناس، عقد ما كان في اختناق. إجا وقت تنقول لا، القصة صار بدها التدخل إلهي. اليوم بلبنان شو بدهن العالم؟ عم بيصرخوا لربنا إلى متى يا رب؟ بالأردن، بالعراق، بفلسطين، بسوريا، بكل هالشرق المتألم، إلى متى يا رب؟ نعم. بيجي ربنا بقول طب هلأ الوقت، مستعدين؟ أنا بدي أعمل شغل. ها أنا ذا، بدنا نقول له تفضل، كون العمانوئيل في وسطنا، كن أنت في وسطنا يا رب، ولإلك بدنا نعطي، لإلك بدنا نروح، مثل المجوس، مثل الرعاة، صوب مغارتك، صوبك إلك، حتى نلتقي فيك، تنرجع نضمك لمنظومتنا، لطريقة فكرنا، طريقة نظرتنا، حتى نغير نحن وأنت هالعالم، هالعالم اللي رايح أكتر صوب المهوار، هالعالم اللي رايح أكتر وأكتر صوب الفراغ. سقع قلب العالم. وين بيوت الإربان اللي كانوا يتلاقوا عليها الناس ويعملوا ساعات سجود؟ مشان هيك بيجي زمن الميلاد يقلنا ارجعوا على بيوت الإربان، كونوا بيوت إربان متجولة، خلوا يسوع العمانوئيل يصير الضيف الحقيقي بحياتكن، هاللي بده يلون حياتكن، وبده يجي يغلف، وبده يجي يغير لكم نظرتكن لهالواقع الأليم. طلعوا من خلال عيونه، طلعوا من خلال دقات قلبه، اسمعوا شيء جديد، في سيمفونية جديدة بدنا نعزفها، بدنا نقول له مثل ما الشاعر جوزيف شرطوني كتب: يا ابن الله أهلا وسهلا، لحنت له إياها كتير حلوة رح يسمعوها الناس. يا ابن الله أهلا وسهلا، يا ابن الله أنت المقياس، أنت المعادلة الجديد، أنت المعادلة الذهبية بهيدا العالم اللي عايش بحالة دوامة وفراغ قاتل. بدك تجي هالتصدعات اللي موجودة بحياتي، هالقلق، هالاضطراب، هالخوف، هالفراغ اللي عايشه، انت بدك تمليه، انت بدك تبلسمه، انت اللي بدك تحط وجهك عليه، بدك تحط وهجك على هالساحة، الساحة المشربكة الملبكة. وقت اللي بفوت يسوع على المعادلة، وقت اللي بيتجسد يسوع، مثل ما قال أبونا فرح، ما عرفوا الناس. نعم. جاء إلى خاصتي، خاصته لم تعرفه، لك ما قبلته، ولك ما تلقفته. جايين نقول له هلا نحن بدنا نقول له
تفضل على ساحتك، تفضل على ملعبك، تفضل على علمنا. نحن ما بقى عنا شيء نعمله، نحن صرنا بحالة فشل. هيدي الحالة أنت زدت وهجك يا رب عليها، زدت عيونك عليها حتى نحس بأنه نحن رجعنا. هيدي عيونك اللي هي شمسنا، اللي بدها تدفينا، اللي بدها تردنا من مجاهل الظلام اللي كنا فيه. مشان هيك في ترنيمة أشرق النور على الأبرار، مشان هيك فينا نقول له مثلا أنت النور الحقيقي، أنت اللي بدك تنير ظلمة هالعالم وتعطينا نكون نحن هالأنوار الصغيرة، هالنجم اللي إجا قاد المجوس إلى بيت لحم أو إلى أورشليم، ومن أورشليم هيرودس دلن على بيت لحم. بدنا نيجي نقول له يا رب خلينا نكون نجوم صغير ندل الناس على بيتك، على مغارتك، على حياتك، لأنه الناس عايشين حالة بعد، جفاء سقعت قلوب الناس. شو بدنا نقول لهم بعد هالموج الكبير اللي إجت اجتاحت العالم، الوباء، وهلا عم بشرونا بوباءات أهم، وباءات أشرس. بدنا نقول له يا رب مثل ما في وباء اجتاح العالم، كمان في حبك بدنا اياه ورحمتك يجتاح العالم، وسينودوس اللي عم تعمل تيجتاح العالم. مش بس الوباءات بتجتاح العالم، مثل ما قلت لك قبل شوي دكتور، في أجندة خفية أجندة ظلامية اجتاحت العالم، بلشت بي يمكن وقت اللي فاتت هالأوبئة بناس غريبين عن منظومة البشر، واليوم إجا حتى نقول وانتو وين كنتو؟ انتو مجوس الألفية الثالثة، انتو رعاتا، انتو القادتا، انتو أنبياء، انتو قديسية، انتو وينكن؟ خيفانين؟ مضطربين؟ قلقين؟ عندكن شي تاني تشتغلوا؟ تفضلوا على الساحة، عبوا هالساحة حب وغرام وعشق ليسوع المسيح، وشوفوا يسوع المسيح شو بيعمل. ما بقى تحكوني بوباء، احكوني ب عن هذه الوباء جرثومة. تعوا تنقول الأنتي فيروس مين؟ تعوا تنقول أنتي هالوباء مين؟ نعم. تعوا حتى نقول يسوع المسيح. نعم. هذا هو الطعم. ما تحكوني بقى بطعم وطعم وطعم. أوكي يا خي بدكم ناخد طعم أخذناه وغيره، بس الطعم الحقيقي لهالوباء اللي تفشى فينا مين؟ يسوع. مين؟ العمانوئيل. مين هو؟ طب المغارة رح تضلها برا؟ أو المغارة فيها تصير جوا مثل ما هلأ قريتي؟ نعم. المغارة بدي حضر لك قلبي، بدي حضر لك فكري، بدي حضر لك لساني، تيصير هو منه العالم بتقدر تاخد الفرحة، بتاخد الإشياء. فإذا نحن كمان بدنا نكون الأنتي فيروس اللي موجود لهالعالم، ومنعرف شو هي بطاقتنا، شو هي رسالتنا، شو هي كلمتنا. يسوع الكلمة، يسوع الراعي، يسوع العمانوئيل، يسوع اللي هو تخيرة حياتي. اتفضلوا بيسوع وجهه العالم. يعني هذا الكلام يا أبونا ما بنشبع منك، لكن علينا كمان أيضا نطلع على أسئلة أخرى من أسئلة الأصدقاء. أهلا وسهلا، صباحك نور سرسناء. صباح الخير، سلام وخير للأبونا جوزيه. سلام وخير. الله معك حبيبتي، تسلمي. أنا كتير مبسوطة أني تابعت البرنامج معكم لأنه كتير حلو ورائع وكتير عميق. شكرا سرسناء، يعني شاكرين كمان اتصالك. الله يخليك. سرسناء كيف الرهبنة كمان عم بتحضر للميلاد عندكم؟ بالضبط، وإحنا بأجواء العيد المؤسس تبعتنا ماري دي لاباسيون هلأ 15 إن شاء الله الشهر بيكون عيدها. نعم، كل عام وانتم بخير. الله يخليك، تسلمي يا الله. بالنسبة لي بحب أحط المداخلة، لأنه بما أنه نحن رهبنتنا هي تأملية بمريم العذراء، فحبيت تكون زمن الميلاد من ضمن روحانية مريم العذراء. هي أكثر واحدة كانت بزمن الانتظار فعلا بتعلمنا كيف ننتظر مجيء المسيح. نعم. مريم العذراء هي سمعت صوت الله، فقدرت تميزه، قدرت تميز أنه هذا هو صوت الله بيحكي من خلال الملاك. نعم. فقديش مهم، بقول لا 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 للمؤمنين قديش مهم نسمع صوت الله من خلال الكتاب المقدس. نحن حطينا الكتاب المقدس دايما حطيناه على الرف دون ما نمسكه. نعم. فرصة بزمن المجيء نمسك كتاب الله ونميز صوته. الله بيحكي معنا، بيحكي من خلال كلامه، كلام الله موجود بالكتاب المقدس، فحلو نسمعه ونتأمل فيه. مريم كانت تتأمل بكلماته وكانت تميز شو هو اللي لازم تعمله بحياتها. نعم. فحلو انه كمان بزمن المجيء انا مدعو اعيش قصة خلاص، فانا حلو. مش بس قصة الخلاص حصلت مرة واحدة، هي عم تحصل كل يوم بحياتي،
فأنا مدعوة هالسنة أشوف شو هو الأشياء اللي لازم أنا أعيش كقصة خلاص فيها. كنتوا أنتوا قلتوا كيف الله كيف ممكن يتنظف قلبي. هي قصة الخلاص دي، يتنظف قلبي من أشياء بتخليني أعود عبدة لأشياء، يمكن عبدة للحزن، عبدة للاكتئاب، ويا ما أكترها هلأ الأيام هاي، خصوصا لما بكون عبدة للإنترنت وعبدة لأشياء تانية كتير بتخليني تمنعني أتواصل مع الله، تمنعني أتواصل مع الآخرين، حتى بتمنعني أتواصل مع حالي كمان. فقديش التأمل مع مريم العذراء بكلام الله بيخليني أعود للحياة، أعود للفرح، أعود للسعادة. هاي السعادة الحقيقية، مش إني أنا أكون عندي مصاري ولا يكون عندي أملاك زي ما قال أبونا جوزيف، هي إني أعود لذاتي، أعود مع الله، أتواصل معه من جديد، أعيش قصة خلاصي أنا، أشوف حلو. شو هو هالسنة شو بدعوني أعيش قصة خلاص حتى أقدر أعظم الله وأقول أعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. فإذا أنا مدعوة مع مريم العذراء أعيش هذا الشيء. وكمان يوسف ما ننسى، لأنه هذا يوسف البار الصامت اللي عاش أزمة الشك. نعم. كمان هو ما يعني قديش هذا الإنسان بأزمته قدر يعرف أنه الله معنا، عمانوئيل. قدر يوثق أنه من خلال حلم، قدر يوثق أنه الله معه. شو ما رح يصير أنه الله معه وقال له لا تخاف. فقديش احنا مدعوين بزمن الميلاد نعيش هاي الروحانية. وبنفس الوقت بقول كمان زمن افتقاد، يعني مريم العذراء راحت لإليصابات، مين هم الأشخاص اللي لازم أفتقدهم هذا العيد الميلاد؟ يمكن مش ضروري بالأشياء المادية، أوقات يمكن أروح لزيارة، يمكن بسمة معينة لشخص معين، يمكن أتصالح مع واحد شخص مش قادر أنا أتواجه معه. فمين هم الأشخاص اللي لازم أنا أفتقدهم؟ وهيك أنا بحس زي ما قالت كتبت التعليق، كيف أنظف قلبي، هذا هو. حلو. وأنا اللي ربحان بالآخر، لأنه أنا رح أعيش قصة حلو، قصة خلاص حلوة مع ربنا ومع مريم العذراء ومع يوسف. بشكركم على شكراً يا سيستر. سيستر شكراً لك لهالمداخلة اللطيفة اللي جداً يعني معاني عميقة. شكراً لك مسر حبيبتي، كل عام وانتم بخير كمان. بخير ان شاء الله بنشارككم فرحكم بعيد مؤسستكم، وان شاء الله بنشارككم في احتفالكم كمان، اكيد رح تعملوا قداس. شكرا لنا فعلا، شكرا كثير لكم حبيبتي. تسلمي، شكرا مسير. حلو كثير. من خلال التعليقات اللي عم توصلنا طبعا بيشيدوا بكلامك في البدايه، يعني عم بيشيدوا في كلامك بحيث انه هذا الكلام عم بيبعث لهم الفرح الروحي والتجديد، يعني الرغبة في التجديد. يعني في الأخت فيروز الراشد وأمل السلمان وأيضا من الأراضي المقدسة الأب جنحو من الكنيسة الأرثوذكسية بحييك على الكلام الرائع اللي تفضلت فيه، ولأسرة البرنامج مجيدة معراوي وأم عادل النمري أيضا كمان عم بيشيدوا بالكلام الحلو، اللي الكلام الجديد اللي عم بيسمعوه وهالمعاني الجميلة. ففعلا يعني في رغبة عند الناس إذا بيسمعوا وبيقتنعوا إنهم يبدأوا بعملية التجديد. ومثل ما تفضلت سرسنة لما قالت العودة إلى الكتاب المقدس، وهذا ما جاء في رسالة قداسة البابا بالسينودوس، إنه دائما يرجعوا للأصول وللينابيع، لأنه كتير مهم العودة إلى الكتاب المقدس، مش بس قراءته، إعادة فهمه من جديد. يعني في ناس كتير بتقولك أنا قريت الكتاب المقدس وبعرف قصة الميلاد، لا، أرجع أقرأ قصة الميلاد مرة أخرى في قلب جديد ونبض جديد وفكر جديد ونظرة جديدة. فهذا احنا ما نحتاجه، علشان شوية نطري الأرض اليابسة اللي عم نعيش في حياتنا. حسينا إن هاي أرض يابسة، وأنت بتعرف الأرض اليابسة بتشجع الغلط والخطأ. على قول أحد الأنبياء إنه نفسي يابسة وروحي يابسة فكثرة الخطايا، على بذكر مش عارفة أي نبي، أظن النبي وقتها إبراهيم لما وصف روح اليابسة وكثرة خطاياه. فالعودة إلى ربنا حتى الملك داود، نعم، كل الملك داود، نعم، يعني اللي عم بتقوليه وتتفضلي فيه وكل اللي سمعته هلأ بيرجع بأكد لي أنه هيدا الزمن
زمن تحديات كبيرة، وخاصة بعد هالتغيرات الكبيرة اللي صارت على الساحة وبالعالم، والاضطراب الشامل اللي عم كل الأراضي وكل العالم بحالة قلق. أنا بقول إجا الوقت اليوم نصرخها كلنا سوا، مسلمين ومسيحيين وحتى كل أهل الأرض، يصرخوا لربنا ويرجعوا يلتجوا لإله. نعم. وأنا اليوم مثلا هيك حتى الأطفال بدي أدعيهم، لأنه هذا عيد الطفولة. نعم. بدي أقول لهم كتير حكيوكم عن بابا نويل. نعم. مين بابا نويل؟ إذا نويل، إذا الميلاد هو ميلاد الطفل يسوع، مين بيو؟ نعم. هو الآب. تعوا تنكتشف هالآب الحنون الرائع اللي هدانا ابنه. نعم. اللي عطانا ابنه بابا نويل شغل كبير قبل ما يكون سان نيكولا وقبل ما يكون الهدية. مشان هيك بيقولوا لي مرات العالم الهدية هي يسوع، بقول لهم صحيح، بس الهدية كمان هي ابتسامتك، الهدية هي نظرتك، الهدية هي الحلم اللي أنت بتضخه وبتقوله للإنسان. ما خلصت القصة هون، ما خلصت القصة عند هالوفاة، ما خلصت القصة عند هالشقاء وعند هالوباء، ما خلصت. هدول بدايات، هدول شيء أنت فيك تحطهم تحت إجريك وتعلى وتطلع وتطير وتحلق صوب هالآب الرائع اللي عطاك في ملء الزمن، عطاك أجمل هدية، عطاك ابنه حتى عن جد يرجع يلون حياتك ويطعم حياتك. انت بتعرفي الوباء بفترة من الفترات قالوا لنا كان بخلي الإنسان ما يعود يدوق. نعم. شو صعب انك تاكلي المطايب وبطلت تتزوقية. صدقوني بدنا نمزمز هالدنيا. نعم. بدنا نمزمز هالحياة. بدنا ندوق طعمتها الطيبة. من هون أنا بقول نعم هيدا زمن الفقر حتى نغنيه، ما الله إجا افتقر تيغنينا. بدنا نحط إيدنا بجيبتنا، بدنا نحط إيدنا بإجة قلبنا ونعطي الناس من حبنا، من فرحنا، من 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 هيك عيوننا اللي بتضوي اللي بتلمع. بدنا نروح صوب الوفرة، صوب العطاء. العطية الكبيرة كانت يسوع. طب ونحن إذا عطينا وتشاركنا وشاركنا منه غلط. زمن السخاء، زمن اللقاء، زمن اللي فيه أنا بتواصل وبتصل وبفتح اتصال ألو مع الله. حج بقى فاتحين تواصل مع التواصل الاجتماعي ومخوخنا كله بهالموبايل وبطلنا نعرف نطلع من هالعلبة. ولك صاحب العلبة اللي عمل الفيسبوك واللي عمل السوشيال ميديا إجا قال لهم تعرفوا ما بقى بتعني لي كتير الفيسبوك. أنا ما بقى تعني لي الفيسبوك من زمان، الفيس بالسي إي بالآخر، صارت تعني لي قصة الفيسبوك، قصة إيماننا. هو ما بقى تعني له، راح على فكرة أنه تعوا تنعمل شيء اسمه الميتا. ما نحن اللي اخترعنا الميتا يا صديقي. نعم. قبل ما تحكيني بالميتا تبعيتك أنه اللوك بيوند كنت عم بحكي فيها من 20 سنة، الكنيسة كانت عم تحكي فيها من 20 سنة ومن 100 سنة ومن 2000 سنة. يسوع إجا قالنا ولك ما مش هيدا الأرض وطننا السماء، هيدا الميتا. نعم. تبع اللي عم بيطرحها اليوم المخترع تبع الفيسبوك. ما عم تخترع شيء يا صديقي. نعم. اللي اخترعه هو ربنا. مشان هيك هيدا زمن إخلاء الذات، زمن اللقاء، زمن اللوك بيوند، زمن اللي بدنا نعتلي أن نعلو بروحنا إلى الأقدار السماوية، الأقدار الفكر السماوية. إلى منطق الله، ونروح بسخاء نسخي مش بمالنا وبس، نسخي مثل سخاء الله لقلنا كيف دفق، كيف طاف وطفطفت النعمة علينا بحضوره، وكيف غير وجه التاريخ. تعوا حتى نقول نحن اليوم بتعاضدنا بثقافتنا بحضارتنا بإيماننا بحبنا لبعضنا من نعمل طوفان محبة، طوفان النعمة، طوفان الحب والرحموية بعالم شو صار بيفتقد؟ بيفتقد للقاء، للمصالحة، للمصافحة، للقبل الحنوني. عندما أقبل رفيقي دون غش أكون في الميلاد. عندما نكس عريان، نعم، نكفكف الدموع، نفرش القلوب بالرجاء، نكون في الميلاد. ولخلصنا بقى نتطاوص على بعضنا ونقفف على بعضنا ونحكي ونطعم ببعضنا ونركب ندوزن إشي. ما خلصت، ما هدول شغلات صارت تافهة. في شيء تاني نطرنا، خلصنا أجنداتنا التافهة واستراتيجيتنا الشيطانية وكيف منلبق ومندوزن. يا عمي تعوا تنلبس هالبشرية لباس البر، لباس التواضع، لباس يسوعي، لباس مثل ما قالت المسار، لباس مريم اللي بتعرف كانت تحفظ كل شيء في قلبها، لباس يوسف. أنا ما كتير بوافقها للمسار بأنه مر يوسف كان عايش أزمة الشك. بدها تسمحني أكيد عايش أزمة، بس بدي روح أبعد تقلها يوسف عايش قلق، الله بين إيدي
شو مين بدي انا؟ صح إيه نعم هذه. الله بين ايديكم ومينكم انتم، بس الله اتمنكم على ابنه، الاب اتمنكم على ابنه، تفضلوا فوتوا ابنه على هالمجتمع بقى، المجتمع بحاجه، عطشان ولا بل فقير، اني فقير فقير اليك، اني غني غني بك، نشوتي نعيمي في راحتيك، لاني شريك بكل ما لك. شوفي هالنعمه، الله عم يشركك يا ابونا ببنوته، يعني عم بتبناكي، عم بيشركك بكل شيء عنده اياه. امين جاي انت تقولي لي والله انا هون وانا هون احنا ابونا يعني احنا لا يملي الكلام معك، لكن انتهى وقت البرنامج للاسف، يعني هالساعه وناطرتنا بيروت تنسلم الهوى، فنحن طبعا شاكرين لك يا ابونا الوكيل البطريركي للكنيسه المارونيه في الاردن، وبحيي كل الاشخاص اللي كانوا معنا على البث المباشر وعلى تلفزيون نورسات تلوميير. لكن في قبل نهايه برنامجنا ناخذ البركه بالذخائر المقدسه اللي هاي الهديه اهديتنا فيها، ف تعطينا البركة وننطلق بسلام المسيح يا أبونا. أنا بدي أشكر ربنا على النعم، نعمة اللقاء اللي صارت اليوم بهالبرنامج من خلالك دكتور، بدي أشكر ربنا على نعمة حضوره في وسطنا، على نعمة أنه هو لمس قلوب كتار، وهالكتار صاروا قوافل الشهداء والقديسين، وصرنا منقول ذخائر فكر كتابات، يمكن حتى محبتهم وأعمالهم رحموية، وحتى عبورهم بحياتنا قديش لون، وقديش عطانا أفكار جديدة، قديش عصفت فينا عصف روحي. مشان هيك بدي أقول لهم لكل اللي عم بيشاركونا اليوم، هالذخائر موجودة بس حتى تكون هيدي المرافقة لنا، تلهمنا، تتحدينا، تغيرنا وتشوقنا أنا وأنتو لحتى نكون في عداد الأبرار والصديقين. بدي أقول لهم لأهلنا بلبنان، لأهلنا اللي عم بيتألموا بكل هالشرق المتألم، بدي أقول لهم اللي عندكن ياه والإرث والترابكن ويمكن هواكن ويمكن الأشياء الحلوة اللي أنتو أخدتوها من بياتكن وجدودكن، خليها تكون ذخيرة حية حتى تنطلقوا إلى مملكة الآب بكل فرح، وإن شاء الله هذا الزمن زمن الفرح يكون زمن البشارات الحلوة، يحملكم بشارات مفرحة. أمين. وبمجد القديسين وهيك والعمل اللي عملوه، أنا وأنت كمان نتبارك ومنبارك كمان أنا باسم الآب والابن والروح. أمين. ربنا يا رب. يعطيهم عن جد نعم خاصة لهالزمن الخاص. شكرا لك يا أبونا. شكراً لك. وأنتم أعزائي المتابعين على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون نورسات تلوميير، منحييكم منقولكم صباحكم نور، إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أعجوبة تلوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، ترنم صلواتي ليل ومير، محبة وفاة.